بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري نيسابوري رحمه الله، حدثنا شيبان بن فروخة في باب الخوارج شر الخلق والخليقة. الخوارج قلضة خوارج تليل هذا كبحي جماعة مسلمين تا يمدوا ويضيع من المضوضة بعد ولي الأمر كا يومد دادتك يكون سيئين خلافي ذنوبتا كبائرتا يا معاصينا دتك مسلمين تكو قاليا قالين تا اي قالين ايانا سامين تا اي ليدا هاي وحاوي انا اي بانا يستين اي قودة ايو مال قودة با امرك اي ليه وقال وقفك دنبي قدعا كبيرا حدا نحكم باو سارا عندي كيسنا وبنائي هاي ولا ديري كرا حوري سنا لبنائي سن كرا قال هذا نوع فكر كامي سن شر الخلق وي خلق يكو أشر بضان والخليقة هي خلقي وتأكيد وي أتكين الخلق والخليقة ويس أتكين أيام معنى كلام أبو جرا علماء ويدهين شر الخلق بشركة هي آدمها هو وشر بدنوي والخليقة هي خلق أنت سكالة أنت بياك شر بدن عمر كلا قد دعو مغايرة عرف كاسي إنه خلق هي خليقة أي كلام معنى يهين أو تأكيد أن هين تأسيس أي تهاي والتأسيس أولى من التأكيد كما قالوا خلقي بشر كي هذا مهنا وكشر بذيهن اسكو صاروري خلقي انتي سكالنا دات كاسي يقول الله سا كشر بذن هذا نوا دات قران كي ايو صلاة دي ايو صون كي ايو ضاعدي ايو خير كي كاقه الرية وكا عبادة بذن دات كي انتي سكالة حقي وحكا خلدمين وحكا خلدمين اعمال ظاهر كا ايو اعمال القلوب بان اسوافق سنين فهمك القرآن كعربك لقى آخرنا هي فهمك سبان قلبك جارسي سنين وإسوافق سنين فهمك سلف الصالح رسولك عليه السلام صحابتي أوبري يسوه فهم سيئة تابعين تي تابع تابعين تي أئمة الهدى طريق وضية السيرة وضية منهج كذبة خلاف سيئة مركا وعدد أن هوض وضوء كريئة وحي أميري سي لقان يديك لقان عيا لكن أوافق سنين وددي صحبه ومدنا آخر كيدو ما هجاجا أيوه وحي أول كيدا أيكو هجاجتي هدي راعي ويان ومدي نجاه الرئيس يدك نجاه الرئيي وصحابتي يتابعين تي والنبي جن صلى الله عليه وسلم تربية دي سقاطي النبي جوه جامين أيه سيدا يوح أقاطين يودد يمرين يوحي أكتوضا صحكا ها أم باصحكا أم باصحة وحي كلنا خلد ويان قف كسيب والبابا نفتي ساوو قرحسو نيد وناق ايو غير الدينيد ايو دادال دينيد بها كاها طارين تاس كل هذه الشريعة اينا وافق سنين وحبك مجرو قف والبابا وانو نفتي ستهمه او عبادة الله ايمانا ايو عملك الله ايمانا ايو امر والبابا فيريو موافق سنين هاي على ما كان سلف الصالح عليه وافق صنايين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وحي اوها النبي يا صحابه ديسا موافق صنيا مر بين القلب اسوي دي سويان وديب قف كو اسكو فيريو معايا لا يوحى شرط عباده يا عمل كدمان تيسبا الاخلاص والصواب الاخلاص والصواب اخلاص يدا عدنم يد وناك ولقى مارمان عمل كأت سمينا يسوقفه وسمينا يو كلا بعضنا وحويان المتابعة إن الراعو
طريق الرسول عليه السلام الله وافقي عمل كستا ونقف كبارة إسكلا إيمانين وحسق لكم من جميع الفرق الضالة والمبتدعة انت فرقة لنطيء مانتا قديم الزمان حديثه لنصن وحيكون مين وحاويان أما جند خاصة عن عبادئي إخلاصي على درتهم بيكون شقين أيام أما هدين يدوض في عنتهي لف بيتو منكو هيان أوه وددي النبي ودانهم بيقرد جيح أيام مرك الله بضع سواء لسكي الاليو ليبلوكم أيكم أحسن عملا فضيل بن عياض وعقوف السري أسوبه وأخلصه وددعه خالصا إذا عن نبيين يدوناقه إيه دنا صوابه وافقصا نبي عليه الصلاة والسلام طريقي سي تاسا محبة إله الوهلة محبة الرسول الوهلة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا حميد بن هلال عن عبد الله بن صامت عن أبي ذر الغفاري جند بن جنادة رضي الله عنه وأرضاه من السابقين بكمدها رضي الله عنه الأولين في الإسلام قال وحيري قال الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحيري إن بعد أن يقضى شهيدا من أمتي أمضي إذا حق إذا وحاهان دونا أو سيكون بعد قضى شهيدا وحاهان دونا من أمتي أمضي إذا حق إذا قوم تطبع هان دونا إيمان دونا يقرؤون القرآن قرآن كأخرين هيا وحا الوانا قاتل وعبادي استو إلهي اللو ودو هذا وحا وكر ريويا وذكر في قرآن بالقرآن من يخاف وعيد قوم يقرؤون القرآن قرآن كأخرين هيا وفي عنته إلا كذبك يستوحوي إخلاصي قلبي منا مرع سناو فهن كبا كخلدا لا يجاوز حلاقيهم لا يجاوز قرآن كي مقود بايو حلاقيهم جمع حلقوم رونتو ذا مقود بايو هل كعرب كأيو انت أسئون مخارج الحروف كليا يكوري جيسريا يخرجون من الدين دين تايي كبحايان كما يخرج سهمو ليبك السدو وغبحو من الرمية من المرمي ماشا لغقاني ثم لا يعودون كل من هيان فيه دينتي تانا وعيد شديد وقالو سيدران قفك هدو دنبي قالو أو يسوقيا إنو دنبي ليهي أو معصيه قالي أو الله كعاسيه كجدي سوى يدوده إنو طوبتك إنو دنبي قالي بيسوقيا لكن قفك علمي يا أقوام بعد كتاقن تايله وددنا كخلدان انت بدن قفك نوعاس وكلام موفق معها ما سوى الله عبته ثم لا يعودون فيه ما سوى الله من أيام فيه في الإسلام هم شر الخلق خلق يكون وشر بدن ويكون نوعاس والخليقة خلق انتي سيكالنا وكشر بديهم أما اسكوات كيلا لبضوا فقال ابن صامت عبد الله بن صامت باو حيري فلقيت الرافع بن عمر الغفاري رافع ابن عمر الغفاري من لكل مي أخل حكم الغفاري الحكم الغفاري والألكس قلت وحن كويري ما حديث حديث محوية سمعته أن كم غلي من أبي ذر أبي ذر الغفاري صحابي كذا وكذا صايا السلاسة وصان صمر حديث صمر روي وذكرت له هذا الحديث حديث كان وشاقي فقال وحيري رافع بن عمر الغفاري وأنا أنيبنا سمعته حديث كاس نبي أن كم وان مغلي من رسول الله ما كم مغلي صلى الله عليه وسلم فصار الحديث شاهدا حديث كان منك الإرادة رافع بن عمر الغفاري وحو شاهدوا يا حجيي حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسر عن الشيباني عن يسير بن عمر قال سألت سهل بن حنيف رضي الله عنه بأوحان سؤالي هل سمعت النبي نبي مما قشي عليه السلام ويذكر الخوارج خوارج كشاكيري ومقعص وحي الله حلي علي رضي الله عنه بمشهور نغضي لكن فكر كان النبي ما كسي الدقي فقال وحير سمعته وحام غلي وأشار انتو إشارة بيدي قعنتي سنحو المشرق قل رحضا ما يشك صباح ذو ومركي مدينة المنورة يا أرض الحجاز لجوهو شرقي يا قل رحك صباح عراقوي يا إيران يا قل كاوي يا شرقه نبي حقا صفرت قفيقي قوم ضدبا صباح دون يقرؤون القرآن قرآن كآخرين بألسنة معرق وذكو آخرين لا يعدون تراقيهم كالحمه ذن مقد بايو يمرقون من الدين دين تبا كسيبتين كما يمرق السهم الليل كسلو وغسيبت من الرمية ماشي لغو قني ولك العقبه عربك أمك وآخرنا يا مركا لما تظنوا واتداس دين تأي الشريعات عربنا نقوانين أي عمل أي اعتقاد أي قلبي
inay u sii gudubtaa la rabaa saameynta qalbiga wixii galayna xubnihii ay ka daahiraan. وحدثناه أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني بهذا الإسناد وقال يخرج من القوم ضد صابح دوري النبي عليه السلام. النبي قال وكدي وحين كمت معجزاته صلى الله عليه وسلم إن وح إيمان دونه وكسي الشيكية وسيد وشغينا يقول عضي ولبا وصام الرحالة إن حتى من كان يقع ركم مدى أو تلمامة إيا أستعمله والنبي صلى الله عليه وسلم فصار الأمر كما قال سيدي أشاقي بين أعرفت نقطي. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق إسحاق شميعا عن يزيد بكوري قال أبو بكر حدثنا يزيد بن هارون عن العوام بن حوشب قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن أسير بن عمر عن سهل بن حنيف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحيري يتيه قوم قلت ولا وريري دونتا تيه تيه أنا واتيه معنوي أول تيه حسي أماها وتيه نبي الله موسى قوم كيس الوسي دايي 40 سنة يتيهون في الأرض 40 سنة كل حق وريقي كل حق وريقي ما أنتوا نبي سعون أيام قبل كما كنا عبد شبابي أيسا كسر بحين يبي توريهم كوا يجا امتحان بقول دعي مخالفة أي موسى عليه السلام خلافين يمركوا يدخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم لك إلهي طهير إلهي ذيك إني قري قالها عبسانين أو إلهي بأي قوشي ناسيني أي مرض أي الضوط أي كهر كينين ياتيه لقوسي دايي أو السلل لقوسي دايي السللين ماذا حوضي من جلق الرغي صباح الله صوت نبا يتين لقاقان وقوران يا هاو نمك سعودان عقا مروح أو قرحة أي كسو عطم كدام إلهي بأون حريست قرحتنا ضروره كساري أونكي يا قاتشدنا سمني يا ملب يا إلهي عسو دي هلي بوسي يسي إلهي بأس كده قالينا يا موسى لنول عليه الصلاة والسلام يا هارون إله موسى ندينت هارون ندينته مركز كذب أفرض سنة كذب يوشع بن النوم بها وقت يسي يا ودادة قبصدين وبيت المقدس دي نسيدي النبط أكو قبصدين ولينا إذا بدردي بيسي ودينه ادخلوا أركي اللي يريد أرضا القلع وقولوا حطة أو سجوسا أو ركوع صب أو إله ودمي قانا نافنا وتواضع أيوه وحبا إسكبرينين سياسة الله أمره وكي إذا بدرهم باللعبين الدباء قلين هذا الكودينا دعادي وابنو هذا الكي ولك سنانا أي بدلين حطة دي حندك بدلين كواتيها سمع حسبوها وحايمان دوروه النبي عليه السلام قولا يقول يتيه قوم قولا تيه قل عدونا ورير إيو الدب قدس ما قل عدونا دين تيو اسكعت قرانك يصرنا دي يصير دي النبي وعبد عليه السلاة والسلام يقول شاب كوضا تيو حكا السماستان وفهم كوضا يقول لأي ماذان يمرك الدمار قل دركو لما نيا حايا النبي عليه السلاة والسلام سير دي سننك باللعبة من بعثه صلى الله عليه وسلم قصوا بالله نبي أبو بكر الصوص عري مكال مكرمة صدق طبعاً كسرى وجوسه كم مريء حال ضد المسلمين تؤي ضعف كسرينهين أود يتبر لجب ذي هاي سدى أي أعلم عاملان إن ذاتك عقيدة لا قدسه وإيمانك لا قدسه وإله الوحده وتربية إيمانية أي ذاتك قاتان وأي نقدان ضد شاد جريسان ومشحونين وشحنية شاد جريس مي ووحو الباء هدو لباتي كل علها ونبا dad ka dabaalan kara ay noqdaan xigmada shariicada iyo umuraha tadarrujka ah sida loo kala hormariyo arrimaha si u kala muhiimsan yihiin la fiiriyo masaalixda caamka ah iyo mafasidana kala ilaalintooda waa qaabku nabi ku tarbiyay saxaabadiisa kadib deena waxa ay maad ahdul madani inay war wad ogtahay iyo qaabkii ay arrimuhu kala socdeen u kala horeeyeen haday noqoto ahkaamta iyo sida ay naskhigu iyo tartiibadku u socday haday noqoto jihaadka iyo ayaguna maraxisho iyo suu kala horeeyo u kala soo u kala tartiib sanaa u kala loo kala maareen jiray kullu hada ya da'wadi nabiga kaleey salaam iyo muamalatuhu munaafiqiinta suu la dhaqmi jiray iyo kuwa gaalada ka baxsan wufuda gaalada suu la dhaqmi jiray nabiga kaleey salaam gaaladii madiina ku nooreed ee yuhuudaheed iyo kuwi kale ee gaalada ay carabtaha inta suu la dhaqmay haday noqoto xarban iyo haday noqoto silman inta ayada amarka la soo aruuriyo qofkii soo akhristo oo wadada qaada shaki waxaan ku jirin in guusha mar walba ayaga ay la soconayso wacdiga Ilaahay iyo yabohiisa ballanqaadkiisa Ilaahay sida uu ku ballan qaaday inay ku iimaaneyso laakiin marka arinta qarka lagaga istaago oo qof walba hawadiisa iyo maskaxdiisa iyo aqaligiisa ugu shaqeeyo oo imaato minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah oo imaato awwala ma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min inda anfusikum arrimaha soo dhan waxa weeyaan nasriga iyo guusha
يومرك يا مرع يا مقالك مسلمين تقول أكسب به الله يسا وحن وقف لنا حسب جينا كاف جينا وقف لنا سيرة النبي عليه السلام يودي سوء الله هذا العهد المكي والعهد المدني معاملة ذي سداخل يا خالد وذكر لك من جري صلى الله عليه وسلم لكن وحيمان دون النبي ودتيه كل عين قوم ضيتيه قوم قال تيه كل عدوانا بل علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين صحابة النبي عليه السلام مبشرين تجنا ذلوا بشاري أصحاب بدر أصحاب الحديبية أصحاب بعث الرضوان صحابة الجلة ذهب بمشي جوا دل إن يرى أهل صحابة كمجرم لمن كان خوارج تليرادو ولا واحد صحابة كمجرم لما أنتوا تابعين بهاي صحابة كمجرم لكن تابعين بإحسان من النقنين ما ين الصحابة السحة كل راعي وضاد من القاضين أيق بشرف جرع ذي مركب النبي وحكوت الماء وضاد بالجديسان وتيه كل عي يتيه قام وقال تيه كل عدوانا قبل المشرق بكي ما نير العراق محلقة رؤوسهم تمه هذا وصاح حيرتين إن تمه وذا حيرين حيل ذاتك عادات وذي عرف وذوي تمه إلا سيد يستو أيضا لفتك وذوى إلا خلافي لقن كذاتك يا عادات وذي عرف وذي ذاتك هذه تمه سيد يستان إن لحيرت أستان بين قنيسان هذا ذاتك أيضا لبا توارك لملاها لكن ذاتك حيل جاس تمه ويدي سنجرين حج عمرنا وحيرين جرين أبو يجاب سنجرين مركز أيام لما أنتوا بوحين قدر أيضا كذا ناي خوارجتها تمهي ملوكيستير وحو وضا مضح سوبيع أيه وضا النغذين مركة تاسوا علامه تقول الله وضو حال علماء قاركم فسير أيام محلقة الرؤوسهم تمهي بيوحي كده مضح وضي حلقي كده وريك وإن مضح انت انت هو صوت لنا وضا حيران أي انت لحظة دايان أما انت لحظة انت حيران إن جيسها دايان وحلقت أي نقطية انت صحنك لبضا أيضاً وعلاقوا فسيري يتيه قوم قلتي كل عدونا قبل المشرق جرا محلقة رؤوسهم مضح رؤوسه مضح وضنا ومحلق يا حيرية أم حلقية هي ورضا يا وقرد النبي وكل شيء يا خوارجت ويان باب تحريم الزكاة على رسول الله زكاة إنه حرام كه النبي قال صلى الله عليه وسلم إنه زكاة قاطع حرام كه وعلى آل آل كيسنا حرام وقاه زكاة قاطان وهم آل كالنبي قال زكاة اللودي لبنو هاشم وبنو المطلب دون غيره لمن كان ريبن هاشم لنا ريبن المطلب ويان دون غير بقوة كلكم جيران وأه عبد الشمس يا عبد النوفل وكلا أفر بيهاينو الم عبد مناف الريش والنبي قوس وقلنا شيء بنو هاشم يا بنو مطلب أو يجرى ولا لا يا عبد الشمس يا عبد النوفل أفر تاسي أيا وحال سكوت يجرى عبد مناف الم عبد مناف الريش أفر تمرك اللبز كذا مقاطان وسيد هذا باب كأوباب يستي مترجم كه أما علماء قارب أي قبان قارو حريم ما يا بنو هاشم كذا إذا كذا كحرمت أما بن المطلب بن هاشم حيكون راعيا قسم ذا غنيمة ذا يخمس كغنيمة ذا أيه يحكوا لي هنا ومرك وعلم أنا ما غنيت من شيء فأنا لله خمسه وأني الرسول ولذي القربى راسي هل كاس أيلا ويكدر بن المطلب ونبي عبد صلى الله عليه وسلم وحجر إنما بن هاشم وبن المطلب شيء واحد بن هاشم وبن المطلب واسكو هل مرك ويكاه لهم قال ذي كلا عبد الشمس عبد موفى يا موفى يا حغلان لكن زكذا مكدر مايا زكذا بنو هاشم بخاص كتاه كحرامته أما بن المطلب زكذا ذلك قادم بكجران قول كاسر وقول كلاو أسغن الجراء علماء قارا يقبان هو وحي إليه بنو هاشم يا بن المطلب زكذا واجب كحرامة لكن صدق الله متضوع وأبنانته أما الرسول عليه الصلاة والسلام سوحي صدق الله ومقعابه أما الزكاة واجب أما الصدقة كلاو قف دنبي قول رب إلهي وقرنا فآه هاته نبي قمر وبابا حرامي كي صدقين نقاطه سببته حويان النبي عليه الصلاة والسلام أي شيء إنما هي أوصاف الناس وقت المامي قفك صدق كذا بحناية ما صدق كذا بحناية إن دمجي سلوقنا فور ربا قفك أوصينا يوح وجه وكرب مالها وح تعاون يوح سكوت رتام الرياض نحقو ترى وتكرب تمالها فرع خليها بين آخر ويان إله درتي أما ضب بحناية سا تصبر كوقف دمجي سبوس كذا في عدين عطقات قفك عسي ساس والنبي إيه البيت كيس عايز كذا لوجدي ذي إلهنا واطهيري إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تظهيرا ويان هركا إلا ذا سؤال الشيخ وحديث كابا كعضو نبي عليه الصلاة والسلام أما هدية ذا يهب ذا نبي وقال انجلي صلى الله عليه وسلم هدية ذا وحي قف أتصين إيسو وقال صاحب نمي إيو استشعال إيو على قي حررنا ذي ألتان درتد بغصين إيسا آخر إيو أجر آخر منك من ربت وحضر تقفقنا حليل علاقات كسبه سواد إيو هذيا ذو قيسي قفقنا سقعا وأكون فرحي
waa ku soo dhaweeyay adna berri buu kuu keenaa ama wax kaluu kuu taray. shaceelkaasaa looga jeedaa hadiyadda nabigu waa qaadan jiray, waana abaal marin jiray qofkii siyaasada waa sii jiray. Laakiin zakada iyo sadaqada uu qofku maaragtay leeyahay dambiga in lagu dhaafo maan rabaa oo adaan kugu naxariistay, taa nabiga ma aqbali jirin sala allahu calayhi wasalam, makaanadiisa iyo martabadiisa ka sarraysay. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمع أبا هريرة يقول أخذ الحسن بن علي الحسن بن علي بن أبي طالب نبي عليه الصلاة والسلام يا أبوها حسن علي بن أبي طالب ويا بهس هو يدسنا فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وي ويلكا سو يربى وحوقات تمرة حبة تمرة من تمر صدقة الزكاة تمرت هذه فجعلها وحوق لي في فيه أفكي سوقريي. فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم نبقى أركاي وحوجري كخن كخن أما كخ كخ لبضب كخن كخن يعني أف أف أو كروي إلما يرى أو وحا تعلان أما وحا في عنا نفكا قشطي يا اللي يرى هذا سأل قدها يعني تف تف أو كلا أما أف أف أو كلا أيو نبي كويري إرمي بها إسكحور أما علمت ميادا أغين أن أنه لا نأكل صدقة إلا نتدقعهن مركا إلما التمييز قارئ وحقرنا يوها saa darteed uu nabiga calayhi salaam amaa calinta ku leeyahay miyaadan ogeyn annaa annagu waa nabigii iyo ahlubeydkiisa laa naakulu inaanan cunin asadaqa sadaqada inaanan cunin soo ma ogid buu nabiga calayhi salaatu wasalaam. dambiga dadka lagu dhaafaayo dambiga maarata wasaaqu naas wey annaga marka ma cunuy rasuulka sala allahu calayhi wasalam. beddelkii zakada iyaga waxay qaataan oo la siiyey waxa la yidhahdo khumusul qaniima, qaniimada xoolaha iyo jihaadka iyo waxa weeyaan waa makaano sarreysa in muslimka untuu difaacda diintiisa cadowgiisa ka adkaado xaaladda ayada ahee sarraysa wixii la helo ayuu nabigii ahlubeydkiisa wax ka qaadan jiray khumus wax la yidhaahdo. khumuskaasaa shan loo sii qaybino mid ka mid ahaada wilqurba iska leh marka ma ogolin buu nabiga inaan qaadano sala allahu calayhi wasalam. xadiidka waxaa laga qaadanayaa caruurta inaan yaraantooda daraaddeed wax aan wanaagsanayn loo daynin uu yar yahay inaan la dhihin xoolo dadeed baa afka gashaday nin dad leeyihiin tukaan le tukaan nin kale uu leeyahay baa afka iska gashaday waxyaalahaas oo dhan aan laga ogolaanin waa caruure maxalayeeli iyo waa yaryahay aan la dhihin laga soo saaray. xataa bacda riwaayaat inuu gacanta afka ka geliya nabiga calayhi salaam oo ka soo saaray ayay caddaynayaan. taasna waa tarbiyada iyo ilmaha minjadi markuu yaryahayba in lagu adkeeyo waxa muxaramka ee bannaaneyn iyo xaaladahaas in la tuso ayaa loo baahay. qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya waabubakr bin abi shayba wazuhayr ibnu xarb jamiican can wakiicin ibnu jaraax can shucbat bn lxajaaj alwaasidi iyo abulbisnaab أمير المؤمنين في الحديث بهذا الإسناد وقال أنا أن أنه لا تحل لنا الصدقة إن الصدقة حلالا أهين ميادا أغيبي ولفظك أن تنبئ متابعة كعامسا لفظك هوري لأن لفظك هوري أن لا نأكل الصدقة صدقة ما عنه أكل بيهد لكن أن لا تحل لنا الصدقة حلالا معها أكلا وشربا ولباسا ومسكنا وحي صدقية زكاة كسابزا سنة حلالا معها نوع كسباهاتين. قال حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا محمد بن جعفر غندر حو حدثنا ابن المثنى محمد حدثنا ابن ابي عدي كلاهما عن شعبه في هذا الاسناد قال قال ابن معاذ عيري ان لا ناكل صدقه روايه رب تبعي. وحدثني هارون بن سعيد الايلي سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري اخبرنا عمرو بن دينار ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه عن ابي هريره رضي الله عنه. ابو هريره مولاي شيء اضام لها او حريستي عن أبي هريرة مولاه مكونا يا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نبي قال وحير إني أنيق لأنقلب وحنق الدومي إلى أهل غير كيغا عدا نادي بو النبي عليه السلام أما السوق أما بنانك أما بحقص والله حق عدة فأجد وحنهري التمر حبة تمرة أو ساقطة عضي التمر ما هيري ساقطة حالي تامد عضي على فراشي قوشي قوشي دون التمر كو أغين حبت تمرو غوشيده تالان اركي بيري ثم ارفعها قربا قاضي اللي اكلها ان عونه ثم اخشى وان كسو علين افكي او اخشى وحان كبقان تكون اني تهي صدقه الزكدي لا ارورنا يا مسلمين تقول النبي كسو اروريان كدبنا النبي او قيبناي وا انت سو نقطو صدقه فالقيها مكاس اسك توراي بي رسولك صلى الله عليه وسلم مركا تار وا ورعنمده قف كان انو وح ان حرانمديس لهوبين او اسكغا توغو انت حرام كن نقول لهم يعني ترك ما لا باس به خوفا ان يكون به باس وحامك هذا باتوين او كم وقت ان جيرنا حرام من سير عدين اسكتك متشابهات رماه سو كلو دويان ورع نمد النبي عليه الصلاه والسلام حرام عدس كما داف وحي حتى النبي عليه الصلاه والسلام كشكي فروك قاضي
زكينا تها كبقى يا بوير لكن هدينا هين زكو او ايتها يقف وحكدع يقف بير الليل تمرت الجوينة يستمرت كنا عضي وكل حبة تمر وكنا عضي رتاي إن سوق هذا إن السوق التي ما دوا ترى والحبة تمر عن كسوة هري وضرة وسوق راشك يا بير الليل هم جدنا يعني أتكلم حلو واقضوا ما حنا نبى وردها زم لازمها لازمها أو وحيلها حولها إهتافها إيقافك إسكالها مركو وانا دب أسي من العزنين ما يهديني سي ما يهديني سي هرات استعمالي شنو بعد رتاي عرف غير أن قن إعادة ذاتك يلقن كهذا ذاتك عادة ويلقن كهذا والله ما نسي يعني قف كأبوها سيء باهي لذي كرو وحي مر كاسا سو كلا وهذه وكنو بأرن دنك جلين أما أوصاد الناس عادة ذا ما كلام الله تام بالو عد عرف غير أن قن على كل حال عرف غير أن قن نسي مر كلام يهديناه حي لي وحال يهديا وحي قف كبر ما يقف كبر ما ينأو راسنا وريع أركي وليه يا قف هلا وريع كبر تي وليه لكن كيلا هابا هدونا دهين وروحا سايقدو من توقلها هي ميلها لفرية يا ماضو هي ميلها دات كسكوي ماضان قولا دهين أحب الله يا هذين ما هي هو عيسكا أما العقير أما الراشينير أما وحوين ومعنا وين سيلا حين مالك قفكو اسكي استعمالي كراوي لكن نبي ما حاودي دي لين عكلو كفيري إنا صدقية زكتها هاي بالغي يا با أن أما علمت أن لا نأكل صدقة صدقنا نبي عليه السلام قالوا بيتي صدقة معنا وحدثنا محمد بن الرافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وحوش حديثا منها وقال الرسول حكم الحديث تاسي قال الرسول الله نبي عليه السلام وحوير والله ما كنا أرتين إني لأنقلب إلى أهلي غيرك يا كن قني فأجد التمر حبة تمر وحنركا يا ساقطة كنا على فراشي قبشي إذا أو في بيتي قرية يتعالى فارفعها لأكلها إن أنا أفكك أمهاني أنكر قادي ثم أخشى وحنكبغي أن تكون صدقة إني بصدقتها أو من الصدقاء إذا كذي كميتها فألقيها مكسان سكت غريب رسولك صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان سفيان الثوري بن سعيد عن منصور بن المؤتمن عبد الحب المصرف عن أنس بن مالك ربو حمزة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي وجد تمرة حبة تمر نبي واركي فقال لولا أن تكون من الصدقة لا أكلتها هدينا الصدقة دي إذا عين نهين وأن عوني نهاية وحن وكلا لما يهديه ذاتك لهانا دان كما قلان وذاتك هذا بيرها إيو كريتد إيو دبرقاريك إيو بابورتي وكسو غاضا حبة موصو كان دعلي دبا ونقن قن مايان من الرادين أيان حبة موصي حبة يان يو كان دعلي إيو هل بابا يو كفنين إيو وحا وحا ويان إنو ندبو سيفيرين بعد ذكرتها إنك مركا عارتها لوضوس كفيق ذا أبدا بدش جماعة مرة يهدينا حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع بن الجراح عن سفيان عن منصور بن المعتمر عن طلحة بن المسرب طيب حدثنا وحدثنا أبو بكر أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا أبو صامح حماد عن زايد بن قدامة عن منصور عن طلحة بن المسرف قال حدثنا أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر مرة بتمرة تمر بصمر بالطريق ودرت على الله فقال لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها أدينا الصدقة هي وعن لها بالنبي عليه الصلاة والسلام لأن عكر عكار كيسا باهيضة جلتي حلي النبي عليه السلام وحبضة تمرت روك كل عضي حتى لو مهنجري باهيض درتيت إيا قاتل جري جلتي حلي قاس أيا لقاها الله يأيضنا حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة حبة تمر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لولا أن تكون صدقة لأكلتها وأعن لها بعضهم حكوسة بسيهي ترك استعمال آل النبي النبي عليه السلام آل كيسا إن استعمالان ويكتغ عيان على صدقة صدقة أما ترك استعمال آل النبي آل النبي إن لو استعماله ويكشق عيان وعمال نغمان على صدقة على جمع الصدقة زكاة عرورتها وصدا إن زكاة مسكين نمي فقير نمي صفات كي زكاة ذلك زكاة الله سيئة سديدها إيه كلا أين أوقا ذنكرين يعني عامل لمن أوقا ذنكرين أو والعاملين عليها سديدة صفة وحاكمة والعاملين عليها ذاكمة والعاملين عليها أنا يدروا حويا ذلك زكاة صوء أورنا يا شقدها سي حولها سي صوء قرايا وحيحقوا لي إن وحل السيئة إن أجيك إسكت قوستانا ما يهي وإن لو قرتوا لي إرادة بصوى شقي زنها إنتر ما كنتين إنتر يا إنتر إني قرانا إلي إرادة waxaa gala ay dadka howlaha caamka gacanta ku haye ummada xoolahooda gacanta ku haya ee mashaariic gacanta ku haya
مساجد لا دسايو iyo mudaris la sameenay iyo maraakis la sameenay iyo walaha noocaas oo kala iyo dad maartay ooman oo la waraaminay iyo dad baahan oo raashin la wax arimaha soo kale dadka shaqada qabanaayo xaq ay ku leeyihiin laakiin waa in loo garto in loo garto weeyaan oo dadka hawsha gacanta ku hayo ayaa markaas wax qiimeynayo ijtihaadi oo ijtihaadi dayb marka laakiin waxaan ku jirin dadka caamiliinta ah أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا كتب دوّع عيان وإذا هيان وعمل خيري إيه وأنا أنا وأجل بكرة سنة هنا زكاة رورنتا لبا تملة لكن إني والعاملين عليها وحقو قاتان زكاة دي وسكة لأسوق شيء ويان أو ضريك على ذلك أسوق شيء حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية بن أسماء أسماء نضب ومقعن أسماء رقنا والله بحياة قبلها والله بحياة جويرية رقنا والله بحياة قبلها والله بحياة هذا حدثنا جويرية جويريه ابن اسماء بلدها اسغى يا ابيه بمغعود مغعه وين اي شبهان عن مالك بن انس عن الزهري محمد بن مسلم ان عبد الله بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب حدثه ان عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث حدثه قال وحيري عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب اجتمع وحاك الميمون ربيعه بن الحارث والعباس بن عبد المطلب ربيعة بن الحارث وحارث وإن عبد المطلب صوره هي عباس وأذير كوضة والربيعة صادر وياه وإن عبد المطلب لما ذا صار كل مي فقال وحيده والله ما قلنا رنيا لو بعثنا هدان دره هذين الغلامين اللي بدهم ويل اللي بدهم ويل هدان دره قال وحي كوضان لي أنا جا إيو وأنا كلي عبد المطلب بن الربيعة إيو ولي الفضل بن عباس فضل بن عباس لما ذا ويل الشيء ولا ما ذا من كان هذا الكورين عبد المطلب بن ربيعة أبيه أوويز عباس أوبه وقمية أيه وقول أي وايف الإسلام وحيد اللي بدهم ويلا دلني رضا إيه ما أنت جور جار كي جور جاري ما الرسول قود دره حكى المياه حوله نذكره لا أرونا يشقين تودي به وحكى صهيل عنه قال لي أنا جي وحوج جدا وللفضل من عباس بيساوري كوضان إلى الرسول الله هذا قود دره هذا القاضي أنت ومعترضه إلى الرسول الله لو بعثنا هذين الغلامين لبدن ويل هدان دودر الى الرسول الى النبي عليه السلام فكلماه هل صح الله 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 وجاء الله الله النبي عليه الصلاه والسلام قد سيو قد بستانه فكلماه الرسول قال الله الله او فامرهما دينا امرهما وامير كدغو على هذه الصدقات صدقات كبيره زكوات كان ارورنايو هدي نقوت بيرليدي هدي نقوت خولليدي هدي نقوت ددك خولها يلعقت لها زكاه ايدا ظاهر ظاهر بظاهر من خفي او قيسته مدى أنت بدن ظاهر كع أيها الذين يجري ذلك السؤال رؤيا الرجل يعني قرصانين العرق كريه للترين كرو أما بيرا أما حولاء أمرهما فأمرهما والله بدن والبدح أن تقدق على هذه الصداقات زكوة زكوة لأن الأرورنا أيه إباديها لك صوقوري بيرا لك صوقوري أيها ذات زكوة هو واجبتي أي مدح كان نغضان ذات كان جماعة أرورنا يسقار كميدا مدح لو قدقوا وفأدياء أي دين سواق قبطان ما يؤدي الناس دتك شقدا اي قبطان او اه جمع الزكاه وحفظها والنظر فيها الى اخره وخي لغا ربي قفكه زكاه سو ارورناي هو سو ارورينتا زكاه ايو ناف كل ربي او فيريان حسابتي او سيفي عن اسكو صدان ان نمدكو كيران سي لو قيبيو ما يؤدي الناس دتك وخي قبانايان ايغونا اي قبطان وا رغه وا صاباتين اي هلان مما يصيب الناس دتك وخا او هلايه عملكا اي شقدا اي كو هلايان او درا ايغونا اي هلان لكان اولى ساما يلا سيدي بي لماذا أضي أو حارث ابن ذلك اللي راه ربيعة بن حارث عباس بن عبد المطلب كنت شرايان ويتشرين قال فبينما هما لبدا صو في ذلك شرطا يتشقى كجرا جاء وحاوي من علي بن ابي طالب رضي الله عنه فوقف عليهما وكل استاغي واسكو قوس ري عبد المطلب ويا دمانتود فوقف عليهما ودول استاغي فذكر له ذلك ارك بيو شيغان وحيد وحن كنت شرينا ان لبدا ويل أنا بقول دي الرؤى دي أنا أشق السيئة شقضنا وزكاء أرورين هدو نزكاء وحكيه لنا فقال علي بن أبي طالب وحوير لا تفعل ذاتك أتين سوى اسمه قرانا إسان أهل بيتك النبي قتين لا تفعل هيالنا فوالله إذا قلنا أرتين ما هو ماها الرسولك صلى الله عليه وسلم بفاعل من أرك اليالي كل اللي وضعنا أن تشق زكاء أدر صدو زكاء دي وحكا سيئة معي هدبا أسكول قولنا فانتحاه وحكو جيت سدي ربيعة بن الحارث بكو جسد أعرض عليه وقصده وحكو جسد وقابله وسكو جسده لماذا أضي عباس إيا ربيعة يعني ربيعة علي كو جسد فقال وحكو بيلي والله بكو دارني
ما تصنع وما سمينيس هذا من عندنا أن من عنايسو إلا نفاسة حسد إني ما أمي كاتهاي منك أدي كازل في شيء علينا أنا أن حسد ها أنا أن حسد فوالله يقول أرتي لقد نلت وحاد قالوا نصيبه يا رتي سير الرسول الله رسولك عليه السلام إن حلد نقطان وصدق رسولك عليه الصلاة والسلام وصدق عن نقضه يا نصيبه هشد قبل يسجر ستي فما نفسناه كمان حسد عليك فركاض قرابة لماذا النبي الله قرابة ودي قبل يسجر ستي صدق النبي عليه السلام وكون نقضي كمان حسد أنا قال ونهر تغنت إن ويلش أنا لا أنشق أسرتنه قال علي علي بأو حير أرسلوهما وأيهاي أرضاي الدرة لبدوين والوانزوي الناي أرضاي الدرة فانطلقا ويتغن والبدي ويل وطجع علي علي نواس كسح علي هل كان يقول سوقي وحوار يقول علي ويري هل كاس أسطوري قال فلما صلى رسول الله نبي عليه السلام مركو تقال الظهر صلاة الظهر سبقناه وأنكر هرم الري وحاضر ولا بدي ويل إلا الدروي فضل هي منك لو للسعودية عبد المطلب بن الربيعة عبد المطلب بن الربيعة هي فضل بن عباس أرنتي بي أضياشي أبا ياشو بادري نبي عليه السلام بي آذين ظهر كبيلتو كذين هل كاسا نبي يهلي عليه السلام نقوائينين مسجد كان لقوائينين وظهر كي جماعة لقوائينين صلى الله عليه وسلم سبقناه مركان فلما صلى الظهر مكرتو كذين رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقناه وحانا وغهر مرة إلى الحجر حق قولك أولادي مكو سعادة قبع قريه سؤالي حجرينك يقول لديه النبي قريه النبي عليه السلام وساء وقتت المساجدك أيها نسي استاغنا وداني مساجدك اللي قبع حيي فقمنا عندها قل الذي يقريه النبي عليه السلام مدو مالتها ققر رازينا بو شاكي دوناه أيان إرثوسي استاغني حتى جاء واي من النبي عليه السلام فأخذ بآذاننا لقاها نقبو نقبتي النبي عليه الصلاة والسلام لقاه وأنا من اللي يراه لقا النبي عليه السلام وسود وينا لقاها تساو قبتي أيوه هي هضلة ثم قال وحويري أخرجا سو سارة ما تصرراني واحد كل مسين قلبي نكو كل مسين يدقو عنا يسانا رطانينا شيكتان سودايا تصرران بالصوت هذه الأخرية أيضا الصين أنا واجرت تصرراني من السرية واحد سرعي سنة سنة قرصان إيسان إيا ما تصرراني من محوها من المصرات المصرات بجير جرتي يعني عناها نفكة عن بدا الوأروريات مصرات لها مارك ما تصرراني واحد جمعيسين قلبي جينيه وضربتاني العرب كشيكتان أما سرعي ستاني ضربتان هذا إن العاد كينتان بالصوت داية ثم دخل نبي عليه السلام تقول يسيق عليه صاقع أوك على إيه والرمو ويقول يسيق علينا يا ودخلنا عليه وأقول للرسول عليه السلام يقول يبقى لطلق علي وهو الرسول كنا يومئذ ما أنت عند زينب بنت جحش حاسك زوج زينب بنت جحش يقول كذا أيه نبي قرية صلى الله عليه وسلم قال كذي وإن ما دعا هيا وإدري بعد شيء زينب بنت جحش يا نبي وحاول قرابها هي حق النصبك وإدري بعد شيء الرسول عليه السلام عياذا أيضا نمحوها نبي أبيه بابتوها طيب عند زينب بنت جحش قال فتواكلنا وحان اسكو تلا سارني تواكلنا اسكو هل هل يني الكلام هذا الكي هذا الكي بان اسكو تلا سار هذا وكيلك هذا وكيلك هذا ما هذا شيء هو بنيك كلور رأينا هذا له ثم تكلم أبو دمسي وحاهم لأحد لم يتكانو وضنتي لو سعودي بالله الشيكتي فقال وحجر يا رسول الله كي هذا لي أنت آديقو مقدمة في عمبكو هذا لي أنت آديقو رسول الله أبر الناس لاتك ميتك أغو بار رسان باتهي وأوصل الناس لاتك ميتك قرابة ليس أغو حريرين بضان باتهي وقد بلغنا النكاح نكاح يقول روان قارية قان قاربان نقوني فجئنا وحان أمنمت لتؤمرنا إنا المضحن وغنكتو على بعض هذه الصداقات زكوين كان لصا أرورنا قدوديها قدودي زكاة أرورنا إذا ميتك ميت المضحن وغنكو كان مضحن وغنكو كوح أنا كوح قرع نهجا منه سيدا وحكوها اللي فنؤدي كما سيدا يؤدي الناس ضدك يكونوا شقينا ينهولها ومضى المسؤول كتها شغلة أودي رئيس أنا جانا سواق بنا والنصيبة عن هلا كما يصيبونا سيدا ضدك يجري والعاملين أو هلا أنا ماشى وحكي هلا سيدا سي سيدا ضد بر أنا وحده هلا عندنا سأكون جرسنا تاني سوق بيين قال فسكت طويلا نبغى مسئن دير أما وفكرة يا موحي بالسجية حتى أردنا وحامد معناه أن نكلمه إن كعرينه وآمس النبي عليه السلام هذو حوا وآمس إن هذا كل إنا عند معناه قال وحجري ذيك إلى هذا ابن ربيعة أو حديثك عبد الله فضل السعدي إنك فضل السعدي عبد المطلب بن ربيعة وحليه فقال وحجري وجعلت وحيد وذق شيء زينب حاسك النبي زينب رضي الله عنها تلمع إلى إشاري
علينا كركانا من وراء حجاب حجاب كده جيزة أي نوع إشارتي الله تكلمه وراه الله هلنا الله هلنا أمس كور سجى هلنا أو دق دقينا ساسين الله ذا نبيك تقانا صلى الله عليه وسلم ما هذا النبي عليه السلام هذو أمس وركزال السجى وحي بوسجى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هذا الحكم الله الرمى النبي عليه السلام لجسوا مركا الله هلنا كأمس يتري دق دقينا شبلها طلب كين قد بستته سجى قال ثم قال مركز النبي عليه السلام أمس كذب وحير إن الصدقة صدقة أم الزكاة أم صدقة لا تنبغي أو محبونا لآل محمد نبي محمد آل كيسا أو بن هاشم آل كالنبي حتى حاسس كيسا سوى قلائيه صدقة إيا الزكاة أو محبونا ملا أبنانا إنما هي أوصاف الناس ذاتك وصخ ذوي وصخ معنوي يهو الدنبي بالغنافايا يأخذ من أموالهم صدقة تظاهرهم وتزكيهم بها مالك مال كوادنا والغنطهيري أيضاً البدن كوادي بالدنبي لغنطهيري حوله هنا تطهير بيقول نقانا وحي هده مالتي نشوشين لها حولها حولها بركة قادرها وهده أبارية بلاية يكون على حوله يكون بابي لها حيان زكادة سال نظيفين وإلهي بركة يزال وقصيني نتكين الدنب قودي أي على قدنا فايا مالك إنما هي أوساق الناس مالك إنما بناني ونرتح وقادة بي النبي عليه الصلاة والسلام واتي علي وكدقه علي بن عبي داري مدو كدقه لكن دم مصرحي كهلين وسكلوا النبي عليه السلام ضنته ذي كماري وحوجة أدعوا أدعوا إغيارا لي أريقة محمية ننكا محمية اللي يرى هذا محمية ابن الجزاء ننكا اللي يرى هذا إغيارا وكان محمية وحوها رضي الله عنه على الخمس خمس القنيمة ذا أيوك عن تكوها يي حولي غنيمة ذا شان انت اللوقي بأفر اللوقي بعيدا كي ما يشير شانات والنبي تصرف كي ذا عن تلوقي لياساق أمامولا يي أولي بمد الشنات ذو القربة قرابة أي رحيان أي نبي عليه السلام نيكي قعان تكوها يي قعان تا مسؤولية ديس أي هذا بيت مالك هيي أو محمية اللي يرى هذه الإيوية يرى إيا ونوفل بن حارث بن عبد المطلب إيا اللي يرى نوفل بن حارث بن عبد المطلب لبضا مد كمدا دير إيوية هي لبضا سيوية ربي النبي صلى الله عليه وسلم والله يرى قال فجاءه نبي قوئي ماذين عليه الصلاة والسلام محمية إيا نيكي ها نوفل بن حارث وضياشي وإي ماذين فقال النبي حجر لمحمية محمية وحجر أنكح جوري هذا الغلام ويلكن ابنتك قبل هذا وأكما للفضل ابن عباس فضل ابن عباس قبل هذا أجوري محمية فأنكح والكب أجوري وقال إن نوفل بن حارث نوفل وحجر أنكح هذا الغلام ويلكن أن ابنتك قبل هذا أجوري لي بوليه أنا كوضع عبد المطلب بن ربيعة فأنكحنا أنا قبل يسوي أجوري لما ضاد هذه لما قبل ضاد بلوك أجوري مهرك أوي وقال لمحميتها إنك محمية هاي ألابتها هي خمسك هي بيت المالكة وحكوية أصدق مهر واحد قصيصة عنهم الله وضع من مهر بافورة مهرك قبلها هي جوزلين من الخمس خمسك واحد قصيصة كذا وكذا انت قصي قال الزهري ولم يسمعه لي ولم يسميه لي إيمونا مشاق مقعابين كذا وكذا ده. لكن واحد قصي بيري حالك مركة النبي عليه السلام لبضي إنن الله وقبل الله كلا نكاحي مهرك لقبر شبي سيد الدين تأنجا أنسكاه يسنا ما هي مركب الدين تلقب بحيي مهرك لقب بحيي أيوه مركي وليش صار غير رجع وفرح زن لكن مثل الذي أجد هذا علي وير الزكاة إن ندرى الله حكم قطان وزهشان أكذ زوجنا سيد وشجعي نقطة رضي الله عنه وارضاه لكن النبي أكتيس لقومهم جوبه لقوم قضاه صلى الله عليه وآله وسلم هذول وحبه هين أيو صحابة كل قل جلنجري اشفعوا تؤجروا أيو ليتري وليقضي الله على لسان نبيه ما شاء وشفاعة ونك وحان هين نك كلا واحد لا وحل السيو حل سعاويه حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب بن عبد الله قال اخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ان عبد المطلب بن ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب سون هاشمي اخبره ان اباه ربيعه بن الحارث بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب لبض اضي والربيعي عباس قال لعبد المطلب بن ربيعه وللفضل بن عباس علينا بدا وين بكدهن اختيار رسول الله أرضي الرسول كإلهي آذى صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من نحو حديث مالك وقال فيه فألقى علي رداءه مركي علي الهجومين وأنه هو نحس ليسا وحو طورة الرداء وقويسي ينقص أو نكتي ثم أنت جاء عليه واسك قصحة هل كلا فريق وقويس كان نكتي واسك قصحة هذه مساجة كتاية هذه مالكة تعيبة وقال وحيري أنا أبو حسن الغرم أنا أبو الحسن الغرم أنا أبو حانهي حسن أبيه القرم سيدكها قرم سيدك ولدها الفحل من الإبل والله قاركة رتيق قاركة أيها جيلة بركة أبو الحسن ما نهاي
oo qarmi oo la yaqaan hadal aan idin laga soo noqon mahayo sidaan u sheegay umay noqon doontaa wad akhri doontaa wallahi ma ku dhaartay ilaa arimu inaan ka zuulaynin makaani booskana ka zuuli mahayo halkan hadda aan fadhiyo jiifana ka kici mahayo xataa yarjaca ilaykuma ilaa idin soo celiyaan ibnaakuma labadiina wiil bixawli maa bacadtumaa bihi ilaa rasuulillah أي بجواب ما بعثتما به إلى رسول الله بحوري أي بجواب الحوار بيجي دونام نبي عليه السلام بحوار لقلايان سؤال يا جواب مركب بحور ما بعثتما به وهي الله درتين جواب تهدي إلى إنس عليان إلى رسول الله الله درتين جواب تهدي إلى إنس عليان هكذا كزوري معي هكذا نسيس فردنا يا وركب لك يا رهدي رجع لنا على كفر حسن لنا عنا وحي دردارا كهاي وحي الله دري أن عينا صومرين وحكلا كقول استي يا يمد وقال في الحديث ثم قال لنا وحنوير إن هذه صدقات النبي عليه السلام صدقات كان يزكدا إنما هي أوصاف الناس وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد حلال أمها حقيه هلا يو غني مدى أوحى أوقي ما بضانا يا خمس كل أيهين أما خمس الخمس أي كل أيهين هدي لو يكور خمس الخمس كي غني مدى أهل بيت النبي عليه السلام أي ويان أما لسين ويو بعد أهل العلم وحليه في هذه الحالة زكدا والله سينكراه سكذا ولا سكذا لأنه زكذا وحي قاب شنات خمسك ما قد إلا ويا حاجنا اعتماده قارب عليه عمل إيه شقوق قبلك لكن نصوص توحى كوع عضاي إننا قادم كرين لا عملا ولا صفك رأيه محمد صفات كسديدة هاي القرآن إلى كل شجرة مصداقاته وكوع عضاي سبحانه وقال أيضا ثم قال رسول الله نبي عليه السلام بوحيه ادعوا لي وحاضروا يدان محمية من الجزاي وهو الرجل من مري أسد من بني زيد نوال يري والسواه استاهي كان الرسول الله نبي عليه السلام باوحوها استعمله من كاس وحو مسؤول وغدغي على الاخماس وعلى الوحي خمس جمع خمس اخماس وهي خمس هاي ومسلمين اي سو هلان وحوق يا ود كو هلان اما محو فيئه وحق عنت كو هين جري وماشي كو بخل يرا مره ما كو بخل جري لو وحي سارا من كان اسغا قيمها بدن محميه ابن الجزين رضي الله عنه وارضاه باب وحو كو سابسان ياهي إباحة الهدية للنبي حديث صدقتي يا زكدي نبي يا آل بيتك يا حركه هدية دي واو بنانت ولي بني هاشم واو بنانت ولي بن المطلب واو بنانت وان كان المهدي قفك هدية بحنا يا هبا هذا ملك هدية سيمت كملك يا مركي هوري بطريق صدقة صدقية يا زكاء كسو غشا اسغا او نينكن زكاء هان بكسو غشا خولها خولي زكاء هان اسغا لو سيي مسكين نمر لو سيي اما سيدادي سيمت سي كميدا او كو متايستاي هذا وحسين كلا دكتي زكلا أن أبنا عنين وآل بيت النبي يا النبي قال وحسين كلا هذه وحسين كلا هذه وحسين كلا أو حلي راد استحالة بس هذا إنتي وريكتي من حالة إلى حالة حكم كرم مرة وبوحول الله سبحانه يا علده أي الله سبحانه يا هذه علده صدقاء هذا وحين قط هدية حكم كمر كويس كويس بدلي وبيان أن صدقة وحال عدنا يا صدقة إذا قبضها المتصدق قفك وحصدقين إذا قبضها المتصدق قفك وحلق صدق يستهدو وبقي مضوضو المتصدق عليه زال عنها وحكى الزوري وسو صدقة ما قلعي صدقاه ذا كبحي وحلد وحي أبنانا لكل أحد قفك سيأبنانا وممن كانت صدقة محرمة عليه تدكي سكذا حلال حرمي مركي صدقة قفك إلا السيئي أي قعانتي سنتي قد عضا أم الكيو قفك لو وصين كرا ما قلعي صدقة نمانا هكا سيقود ما يسوي كبحي سنة oo ninkii qaniga ah xoolaha lahaa ee zakada asagaba bixinayay qof miskiin oo zakada siiyay waxbu ka siin kara hadii aan uu siin kara ha neefki sadaqada haye zakada haye miskiin kale siiyay intuu gowrac u dhig kara isku imaada xaafad iyo dhan tijaarti iyo aqniyad iyo maal qabeenki ba ka soo qayb gali hadiyay u noqotay sadaqa ma aha sadaqa ma aha hadiyay u noqonaysa u banaanta haddana qutayba bin sa'id qala haddathana al-layth ibn sa'd قال حاو حدثنا محمد ابن الرمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث ابن سعد عن ابن الشهاب الزهري أن عبيد ابن الصباق قال وحير إن جويرية زوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصطلقية رضي الله عنها أخبرته وحور أنت عبد بن الصباق قاسي أن الرسول الله نبي عليه السلام دخل عليها أصوغ لجويرية فقال وحير هل من طعام راشد ما هي سار رسول النبي عليه الصلاة والسلام سيدا النجا عنتما هيسا قدر ما بسلاطي ساس النبي عليه الصلاة عدي سوي دينجر قدر ما الله يعلم عنتما هيسان هل من طعام قال ذو حيتر لا ما يا سيدا ربطني لا لا سبني مرة دي الله لا مرك لا وحرد وسكا ويسيد عنتما يراشينك يوم
وباهي بدل ما جير جرت قارهان الصدر الأول في الإسلام أنت هاري والله ما كنا أرتاح وحيد سنة كتضابات كدم بيجي وحصافة كتاي خيبر تمرت هذه يفدك يا بنو نظير وكسيه الرئيسي مركز صار نبي عليه الصلاة والسلام قوت الشهر أما هو ينبي عليه السلام وديارين جري أما صند يوسي ديارين جري رسولك عليه السلام وتمر قمحي وما شعرة والله ما كنا أرتاح يا رسول الله رسول الله ما عندنا دعام منتم ما هي إلا عظم من شاتم حول لف هيربة أو من شاتم نف أريعة حق نقص وقشي نف قص وعدية ولسيه مولاتي أنا مولدي اللي أنحري من الصدقة صدقة أنا لقسيه لفت هيرب كان هينا أدي وأنا صدقة من عندي فقال النبي وحول قربيه سود ويه هيرب كاسكان فقد بلغت ويه قادي محل لها ماشي لي ماشي إذا كمر كي إذا كان لو بحنا يا صدقة لو بحنا يا ماشي لي ويه قادي ويه كدم بيا هدية أي يسكون بدلسا أوقف قل السيا صدق الله يري ولي الأجر ما كرمنا إلهي دم جانين وكل نافو هدي السيا وقعنته وكل جاي أصلا أنا قفوا الربو محبية مودية شعال يتعامل يلي لن كره أو هدي وصين كره قال حدثنا أبو بكر من أبي شيبة وعمر الناقد من بكير وإسحاق بن إبراهيم الحنذري جميعا عن ابن عيينة سفيان عن الزهري بهذا الإسناد نحوه قال حدثنا أبو بكر من أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيحة وحدثنا محمد المثنى والبشار قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شبع عن قتادة عن أنس الحاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري والأفذلة قال حدثنا أبي ومعاذ العنبري قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة سمع أنس بن مالك بن مغلو قال يري أهديت بريرته بريرة قبل الريجل مولاة عائشة عائشة حريسي إلى النبي النبي عليه السلام وحسن هذه سي لحم الهرب تصدق به الوصدق يستهرب كبا عليها بريرة مرك هوري فقال النبي وحوير هو لها بريرة هرب كان صدقة صدقه يهي وصدقه أجراد سبا الله سيستي يدمي إلا قنافه ولنا أنقنا هدية هدية نوية ولنا أنقنا هدية هدية نوية هيو وينسينا سادة وحسسينتا على غنى ولا سنة وينا قد حيث أيضا بريبا لصين قال حدثنا عبيد الله بن معاذ حو حدثنا أبي معاذ العنبري النبي إشام ابن إشام الاستوائي سمر حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن مثنى والمشار ولفظ المثنى قال حدثنا معاذ بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم النخعي عن أسود بن يزيد النخعي خاله عن عائشة رضي الله عنها عائشة كوري وأتى النبي النبي عليه السلام وأوتي النبي النبي عليه السلام بوح الله كان بلحم بقر هرب لؤيت يا ربي الله كان عليه الصلاة والسلام فقيل وحالوي هذا هرب كان ما تصدق به على بريرة بريرة هرب وحلقو صدقة يستوي نفك هرب كان ريه ولا قورعين صدقاء يسيان بريرة يا هرب كان كهينا فقال النبي حين هو الله صدقة أيضا صدقه إياهي ولنا أن نقول هدية هدية إياهي بالنبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا سهيل بن حرب قال أبو كريم محمد بن العلاء قال وحين حد أبو كريم قال حدثنا معاوية حدثنا هشام ابن عروة عن عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة قبل بريرة هذا قصوا ولقفا إليستي ثلاث قضيات صدح قضيو صدح فائدو يا قبل ناسي لقفا إليستي وقصاب سنو صامرتي قال كدو يكبر ذي الرواية قال كو كان الناس صدقوا حيا هاي يتصدقون عليها نبي قال صدق هذا أو ما أنا مرة عنا سجى البيت كيسة وعيسين جرين عليها بريرة صدق هذا وتهدي لنا أنا هدية نسين جرت فذكرت ذلك للنبي النبي عليه السلام ما نريك وش شيء فقال وحير هو الله صدق هو عليها صدق يا صدق وياه ولكم يديكم هدية هدية إنيها فكلوه عنا أبو النبي صلى الله عليه وسلم وعكلا صار يواني يده وجدد قفك الأولي هاي باكلا صاري وحنات بحسين مع آخرية أجر بكررتها إن دنبي هذا لغوهو بيه لغو دافو ها هذا ترى هذا النبي ما قادر أي أربيت كيسة هذه أسأيتها هي وإسكاؤون صاحب نموي وحاوي والله قادر وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن زائدة عن سماك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة حاء وحدثنا محمد بن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة عن النبي بمثل ذلك متابعوا قال وحدثني أبو طاهر قال حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بن أنس عن ربيعة بن ربيعة عن قاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك غير أنه قال وهو لها وهو لنا هرب كر لنا النجا منها مركب بريرة كسوجيرو هدية هدية نويه حدثنا زهير بن حرب
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة حفصة بنت سيرين عن أم عطية نسيبة بنت كعب رضي الله عنها قارد الحيث بعث إلي الرسول الله صلى الله عليه وسلم بشاتم نبي قال نيف علي عيسى الدري من الصدقة حولي زكدها هاي اللي قيبناي فبعثت هلب ويقو رعطاه هلب كي بيدي مالك قيبنيسا فبعثت إلى عائشة عائشة الدري منها نيف كي هلب كيسي بشيء محمان أغد دري صدقاء فلما جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم مركو يمد إلى عائشة عائشة قرقه يدي قال وحبير هل عندكم شيء وحما هيسان قال حيت الله مايا إلا أن نصيبة قبل لله شريق رابة ناد أم عطية تعرض صومر أم عطية وهي نصيبة بنت كعب العدوية رضي الله عنها قبله النبي قال لبا مبايع وذي بكمي دهت ضدك هوان كان انتقى أمواضع ضدك لقيل كجرتي حاجة ختان كي يبد مدن والوية غانا قبل فرزم يغانا الرزم يهت إلا أن أنيستها يا بعثت إلينا وحين وصدرتي من الشات التي نافكي أبعثتم بها أدرتين إليها أيضا يزكدها يا وحين وصدرتي قال النبي الحضر إنها أيضا ينافك عليك هيني بكيساس قد بلغت ويقع دي محل لها ما شيري ويقع دي زكني مدي حضي هذا ويبدل يسبدل ما يسايو مركا أيضا هدي سيب حيسو هدي نقر يسا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نبي هذا الكيس أجر الهدية باب قبول النبي نبي أقبلت وأقبل الجري عليه السلام الهدية ورده الصدقة يأينه صدقة جيد الجري هو هدية دلت الكيدة عن نوعية بضل وقيمة سيئة نقطة من باصلة بيع وكلا من باصلة بيع وكلا وقفت وحو كسيي وكويدي سنكرا وكلي وحسن كسيي هدية كسيي هدية نوائرة وحسيسا برقا وحو كبقان عاطي ريسا ولذلك قال قوت نبقى انتوي معذان وهدية سيئان أي وحكسوا الجرين والسيئو مركو وحسي يدي جيرين كمان قنعن واسي كل رنج كمان قنعن الى نبي مركه دم اجره هذا قبائل شي عربته هي المسلمين تها قاركود وكاففتو يراد الرهب وحي اي كيران كقادن ماي ما ييري علس ان تبر وين بيو سي اساريا اي وحون كقادن يري قريشي يا انصاري يا دوسي يا دور قبيل بوشهر النبي صلى الله عليه وسلم انت ما كقادن حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع عن ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحوها نبيه إذا أتي بطعام هذه الرشين الله كيانه سأل عنه هو ويدين جري محويا هذه الرشين كانت الله كيانتين ما صدقه ما سوى هدية فإن قيل هدية الله هدية هدية وي أو النبي الله وحد صدقائي دم الناف يوحى ما هي هذه رسول الله تعال كان هو قبلي معامله ونايسني أرنتاس هدية وي أكل منها وحبك عن جري وإن قيل هدية الله صدقة هو صدقه لم يأكل منها معنى جيران ذلك كلا صدقة أو بنانتها يقول لي تهلا سيئو باب الدعاء إلا دعائي لمن قفك أتا كينا بصدقة صدقة ديس قفك صدقة ديس كينا وجر هذا نيفك وصدقة حولهم وصدقة يقر الله إن دعاء الله دعائي إلهي الله بريه وددك سكدا عرورنا يا دعائي أما قفك اللي سيئ حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا وقال وكيع عن شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى أيام مغري رضي الله عنه عبد الله بن أبي أوفى وسحابي بن سحابي رضي الله عنهما حاو حدثنا عبد الله بن معاذ ولفظ له قال حدثنا أبي عن شعبة عن عمر هو بن مرة حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم وحوها إذا أتاه قوم تضهد يؤي معذان بصدقتهم صدقته وذي زكته وذي ضد وذهدي كينان إلا نبي قاسبها وقيمين جرين قال نبي حليس اللهم صل عليهم بليت مكي الله كيه قفك سكذا كيه اللهم صل عليهم امتثالا بقوله تعالى وصل عليهم إن صلاتك سكن الله إلهي بسيب كقز زكذا وكصاروري كنا صلي بالي قفك سكذا كوكيرا يعني الصلاة والدعاء إلهي وكصلي وقلنا حريصه اللهم صل عليهم تزوليت مركوا إن لو صليوا وحن رسول أهين أما النبي أهين استقلالا كليس أريد أسامي سرد أسامي علوه كهذا وهديتها عن طريق التبعية ويبنانت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد مالك آل محمد وحن لو صليوا تبعا للرسول ما قال للرعية صلى الله عليه وسلم وحد فيه للرعية سوى ويبنانتها لكن ستوصى اللهم صلي على فلان والنبي أهين من ذيكرة في حالات حالة الجارة هي سبب الجارة وقفك وكم متيستي سيد الزكدي هذو كانوا كله وعلى ذلك الله صلى عليه وآكل حديث الدليل لكن هنا الشعار مرة قال دعاء ديت أنا قارع لماذا كم إذا وقفك مر دعاءان مر هل مر لو يراد
لكن شعار هذين قطه أو هبل مرك الله أركب اللهم صل عليه عليه السلام أنت كلا أنا لهين تا يدا ما بنانا شعار بين قطية على مدي أستان وجارة أستان تاسنا صح نبيا أنبياء وباس كلا هاد سيسدفاء ما حل حلي هذين اللي يرادوا دي ملاهاتين لكن وسيدة أي دهانة كلام وهذا مرك دمنا حتى أهل السنة كتب تضاقو قرنت هاي علي مرك الله شعار عليه السلام أما فاطمة الزهراء بنت رسول الله البطول إن ليلى هذا فاطمة مرك الله شعار عليه السلام رمها يقعها وحسلفك أي قانين معها سيد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام صلي أنا وحاسكنا أنبياده ترضي يا رضي الله أنا وحاسكنا الصحابة رحمه الله يترحمك أنا وحاسكنا الصحابة وحكدن بيه تابعين أمواد مسلمين تا سيد الصحابة معروف ومشهوره عادي عرف يا هنجرت هذه لكن أي نقطة حالة قال يا أسباب قال سيد أنا وكريم لما لها فأساسوا به تلي فأتاه أبي عبد الله بن أبي أوفى وحولي أباه أبو أوفى أبو أوفى وحو كيرا بصدقة صدقة يسيبه كيرا فقال النبي وحولي اللهم صلي كصلي على آل أبي أوفى إلى كصلي وصلاة من الله ذكره في الملأ إلى على إن إلهي قفك وكشيقه ملائكة أكتالي ملأ إلى على وكأمانه تاسى صلاة من الله صلاة إلهي وصداوي وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الإسناد غير أنه قال صلي عليهم باب إرضاء صاعي قفك صاعي هي زكدة أرورين عياه يددك شقضة سلوء إقمد إلى زكدة القرآن إن الرالي قليه ونقول لبن واجب قفك صاراء يدد أي لهايين وحقوق أم قفك اللي ويدين عياه يونا تشرك إزقالين يونا ددك ميرميرين يونا حواليه حسين الرالي قليه زكدة سيب مريحة ون يدي سنة أي كل رالي تايها وبحيه أجل يا آخر الرباء وركن أركان الإسلام ككميدة marka inuu maala dadka ku dhibo sida ayagu dadka toogsanayo kale inta iska arunaayo dadka waajib gudelaayo irdaa saahi ma lam yadrib haraman hadoon haram dalbin oo midna qofki iska arunaayo haduu ila sida ibn lutbiya kale abdullah ibn lutbiya hada li wa hada lakum uhdiyad hada lakum wa hada lakum hada li uhdiyad ilay taaso kale haram wa in wixii loo keenay oo dhar uu keeno wax kale oo ziyada oo na dalbino sida karaaim al amwal معاد وكلها النبي صلى الله عليه وسلم وإياك هذه زكاة كوا قلادان إياك وكرائم أموالهم فولها قارئة نافك رمان إيو رتقي قيل الأباهرة إيو نافك محوها صمين كهيني بكله بدك كتو كيستار أي ربان استعمالان أو كري إيو الرمان صلى الله عليه وسلم نحن حاد بال الرمان أفكر حوالها بحنا ينا صورة وحام معنا لهين وأسقب أورنقاتين إنو بحي وكيل الجيدة إلهي ويلي بحيننا لا تيمم وخبيث منه تنفقون ولست بأخذين لا تقبضوا فيه إن الله كالله ابتاله هبل هذا لكل عدين ما دابك وصل الله عي كقاضي وحساس موينا أنا كقاضتين إذن كنا بحننا لي كوا وحقاضة ينا وحقاضة ينا الدولي حددنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشام حاء وحددنا أبو بكر بن أبي شيبة حددنا حمص بن غياث وأبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء وحددنا محمد المثنى قال حددنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ومن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي عبد الله على كلهم عن داود بكور الحاء وحدثنا زهير بن حرب ولفظ له قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا داود من هو داود هذا من هو وكما أخبرنا داود عن الشعبي عمرو بن الشراحيل الشعبي عن جرير بن عبد الله البجلي الأحمسي رضي الله عنه وأرضاه صحابي الجليل تقدم به إسلام وضوها لكن صاحب المواقف وكيد الخلاصة صنم كيد الخلاصة سو نبي بقود رسالة عيدا كنترا أوتي النبي بقود عيسى صلى الله عليه وسلم أسرع إيه رجال حمص شق شر بقود عيسى النبي عليه السلام قرر النبي مركو ما نحوري جل وري جي النبي قلت أنا ما ذي إذا ليمد ذي نانتره مركو يا أركان النبي وإيه موسون جري وإيه فرح جري وإيه قصر جري صلى الله عليه وسلم النبي قال قال الرسول النبي عليه السلام حويري إذا أتاكم المصدق مركو إني ما ذقفك الزكاة قرايا فليزدر هفلو وهي نقل لابتو عنكم حقي إنا وهو أصلي عنكم إذنك الرادن هذا رقاء سوى الرادن رقاء وضعوا سهل شيء ووحيوا إنا ويديات سلا يهضب حسين وينا نبن مما طلئي يميرميرين أتكير على السين هاي نقل لابتو حديث كما صوم الرأي عن صوم الرأي كتاب الزكاة بقصوا قادنا وصوم الرأي مسألة الزكاة هي أبواب الزكاة هي مسألة الزكاة هكا سيكون ماتي مسألة أحد الإخوة الفاضل ويري إن ذاتك قال رغب الأرجية في حرم أي ذاتك مقران وحاوية مسألة الأراضي زكاة الأرض
زكاة دولكا دبا دولكا كبيع مشترى او صوغتا او سيغتا زكاة ما لهاي او زكاة ما واجبيسا. نعم يا داود ابن داود بن ابي هند. طيب داود بن ابي هند مركا حولها زكوات اصناف توضا وحاكمي ذا وحلي الى هذا عروض تجارة. عروض تجارة معناها ذو حوايا وحول لو تلقى لي او لو بندقي او وياله لو تلقى لي تجاره ان اتقضه سو قد سي قضه حولها نوع عاصر نوع كستبع هذا نوع قريها هذا اما نولها هذا اما تكامدا على وضع تعالها هاتو اما بابور لقضاء او الاستجارة لو تلقى لي او شركات كا بابور تقيبية وكلا هاتو وحنا عاصو كلا زكاة كواجبي سه زكاة كواجبي وحي قل يلا وقت لك قال قف كل كم حوت لك قال إنه دجو إيه بكماها قري جنا سجى قري ودجا دجاني هاي وهي أما كيرو كقطع ما دجنا كيرو كقطع كيرو أيو كقطع زكاة كم واجبي سه زكاة كم واجبي سه كيرا هذا كقطع كيرا راسي هي العقدة كصوب حيس كيرا ذا أما قاري عن شقيرة هي وجردة هي تكسي جاي شقيرة أما قاري غوينا شقيرة أما قريها كردا أما نقول كلفت الكيس هدو يا نقول كريسان وضد أمساء يوقف إذا إسلام بكن كدك تايو بركة على نام وحا كسو بحايا كردا وحا سدي قادو نساب كي زكادة أي قادو يقدر كي العقد زكادة كربي حجرتي مركزو زكادة بحين هيا سيدي أكسو مري بيع محوة زكاة النقود ووحي قادة خمسة أواق وحي قادة. أما هدو رنحي أي أو رنحين حوالا زكاة لو تلق أو لو تلق على بيع شرعي تجارة خمسة كذا واجبس ما كنقولكم أرنت هالسوق قليها نقول كنقول بوق هذا وسيق هذا وسوق هذا بركي كبل كبل أوجاره نقول كأسرع وينو قيمةه سوق مر كمشي وكم مرة نقول كسوق قيمين هذو قيمه سوق أوجاره قدر كي زكاة العقد كرب حجرتي قدر كي زكاة أي بحجرتي واجب كهت أيو كسارة يا وهكذا دواليك صار في كلام الصعب قوة ضايا صار قوة ضايا. لك واسدة مسردة والله أعلم بالله توفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.